السؤال اللي بتقول حضرتك بتتكلم على الالاينسز اللي ممكن نعملها عشان الاقتصاد، ايه البلاد اللي حضرتك شايف ان احنا ما كناش بنتجه ليها قبل كده ودلوقتي الوقت ان احنا نبص لهم؟ يعني مثلا زي بلاد، سواء بلاد في افريقيا او في العرب او في اسيا، يعني ايه الالاينسز اللي حضرتك شايف المفروض نعملها في الوقت الحالي؟ حضرتك ذكرتيها بسهوله جدا. يعني انا ايا كان منين انا اقدر امد ايدي، اصل مش لازم يبقى متاخم ليا في الحدود. انا ما دام في فرص تعاون مع دوله ما، لابد اخلي بيني وبينها من عناصر القوه اللي متوقفه على ارتباط اقتصادنا ببعض، ارتباط مصالحنا ببعض، الامر اللي يخليه يبقى مدافع عني وانا مدافع عنه من غير حاجه. النهارده احنا لما جينا في احد الدول قالت حابني سد علشان خاطر الكهرباء وبتاع، اما طلعوا الناس هنا قالوا خط احمر ولو قلت هيبقى على مش عارف ايه هنعمل ايه وهنسوي ايه. انا عشان مش انا يعني انا احمد شفيق يعني اي واحد فاهم اللقطه يقول يا عم اقعد ساكت زي ما انت قاعد على كرسيك، انت مش فاهم تعمل ايه، خط احمر ايه ومش خط احمر ايه، لا احمر ولا اصفر ولا ازرق ولا هتقدر تعمل حاجه. الدول اللي بنت السدود دي من غير وزعلتنا فيها كانتش مش قصرا بمزاجها، ما كانتش تقبل هي نفسها انها تعمل متر مربع مشروع من غير ما تقول يا مصر انا بعمل كذا. هديكم مثال جميل جدا يعني ارجو ان احنا نستوعبه بمعناه. لست انا مع الزعيم الفلاني ولا زعيم فلاني ولا زعيم فلاني، يعني انا احنا كلنا مع مصر، لكن ما معنى ان هناك اجيال في سن الخمسين دلوقتي وسن الاربعين وسن الخمسة واربعين في افريقيا كثيرين جدا اسمهم جمال عبد الناصر، تاخدي من دي تأثير مصري. كون جمال عبد الناصر، ما هو جمال عبد الناصر ما احنا انهزمنا وقت جمال عبد الناصر ده موضوع، لكن نفوز في افريقيا ومن غير حرب، نفوز باتصالات، خلت افريقيا تبقى عامله حسابنا في كل كبيره وصغيره وهي محبه، بدليل ان الناس بيسموا ابنهم اسمه الرئيس بتاعك من غير ما يشوفوه. يمكن في حاجات الحقيقه افتقدناها، حاجات ما اهتمناش بيها فضاعت. اما حضرتك ارجع لسؤالك، ايه الدول؟ كثير جدا وممكن تبقى بعيد جدا، لكن اربط مصالحها بمصالحي. المنتج ده بمؤسسه مهمه عندها هعمله لها عندي، والمنتج بتاعي ده هعمله عندي، في خط مباشر بيني وبينها هعمل كذا واعمل كذا، خطوط الطيران ده بالطيران دي. انا قبل ما امشي وزاره الطيران كنت يعني خططت مع الاخوه الافارقه طيارات من عندي هتطلع تقعد في غرب افريقيا، المنطقه الغربيه من افريقيا، وتعمل ما يطلق عليه راوند تريب كده، تخدم منطقه دائريه من هنا لهنا لهنا، ما بتجيش القاهره، لكن في لاندنج منها كويس بتلتقي مع الطياره اللي جايه من القاهره بتاع ايجيبت اير اللي رايحه من القاهره للدوله دي. هذا التواجد حضرتك ايه بتخلي بتمدي مصالحك مع الناس بحيث يستشعروا في يوم من الايام انهم مش قادرين انهم في حاجه لي. ياثروا ايوه انهم في حاجه ليكي، والعلاقه كويسه دي مع دي مع دي. اعتقد ان احنا الموضوع ما بقاش بقى دوله ملاصقه في الحدود، لا الفكره كل دوله ليها طبيعتها وتقدري ترتبطي معاها بيه. يعني معنى كلام حضرتك او بالتالي لازم نبص الدول حزني او نعقد العلاقات معاها تاني بالدرجه دي. دي بقى حياه يعني مش متروكه للمزاج، ان انا لو عملتها او ما عملتهاش دي حياتنا هتتاثر باننا ما نبقاش على علاقه، وادي احنا بانت في الفتره السابقه. طب وبالنسبه لايران؟ والله زي ما بقول حضرتك، هي كل حاجه بتدرس على حده. موقفها ايه؟ موقف ايران من الصالح العام ان احنا ما نكونش اعداء جدد، مش عايز كلام. من الصالح العام ان انا ما يبقاش في تدخل في مبادئي وفي
عقائدي وفيه وفي طالما انا متمسك بيها. من الصالح العام ان انا الموضوع الفلاني بنحترمه انا وانت، من صالحنا احنا الاثنين كذا وكذا. المجموعه دي كلها بحطها كده في الدراسه واشوف طب ايران النهارده ماذا يضيرني ان العلاقه بيها تبقى جيده، ماذا يضيرني اني اجيب السائح الايراني بالملايين يجي يدفع فلوس هنا ويعيش وانا اكثر فلوس، ماذا يضيرني الا لو كان حيضيرني ان السائح هو موجود عندي هنا هتاذي انا بطريقه ثانيه. طيب برضو مع العلاقات الخارجيه دلوقتي علاقاتنا مع امريكا واسرائيل حاجه كورونا بتتكلم عليها، فهل لو حضرتك بقيت في منصب رئيس مصر هل هيفضل العلاقه زي ما هي او في حاجه معينه او جانب معين من العلاقه حضرتك تحب تغيره؟ انا يعني نيجي نمسك الولايات المتحده، الولايات المتحده انا اما حصل مشكله في الفتره الاخيره دي انا كنت وديت رايي فيها واحد مره واثنين وثلاثه وقلت له قبل ما تتفك الحاله طب انا رايي طبعا السياده المصريه على كل ما يدور على ارض مصر دي ده كونسبت ما اقدرش اقترب منه، وهم الامريكان نفسهم لا يمكن يقبلوا حاجه على ارضهم غير خاضعه للسياده الامريكيه، ونحترف يوم هذا الموضوع ولابد ان يحترموا فينا هذه الاراده. طيب حصل سوء تصرف، حصل خروج عن القاعدة، أبحاثها إيه؟ ندرسها على الترابيزة. هل مثلا أنا بقولش ده اللي حصل، لك أديك مثال، لو أنا فضلت الشيء لو أنا في حاجات غلط بتتم وأنا ساكت متدور وشي كده الناحية التانية ما وقفهاش بقالي 10 سنين بقالي 20 سنة ألم أصبح مشاركا في الخطأ؟ طبعا مش كده؟ أدي على سبيل المثال ما بقولش اطلاقا ده حصل، لكن بقول هذا ما انا غلطان باني انا تغفلت عن اني اتابع هذا النشاط، ما طرقتش الابواب بدري وقلت انت غلط بتعمل كذا وانت غلط يا ابني اللي في مصر بتعمل كذا. يمكن في حاجات كتير نقعد على الترابيزه ونتفاهم، وانا اثق الاول قلت السياده المصريه ده قران تقولي انجيل تقولي ده مش عارف، وانا بنقعد على الترابيزه نتكلم منوها بقى بشده اني اتمنى واعتقد، وقلتها بالنص وانا بقصد اقول الاثنين ورا بعض، انا اتمنى واعتقد ان احنا مش هنصل مع الامريكان الى نقطه اللاعوده، ويجب ان احنا نحتفظ بينا وبين بعض بشعره معاويه لا تنقطع اطلاقا. ليه بقى؟ لان الموضوع مش موضوع انهم هيقطعوا بالتهديد، هيقطعوا المنحه الامريكيه العسكريه دي مليار دولار بتوع السياحه ايام ما تحمسوا قالوا ده احنا نجيبها في 3 اشهر ما عملناش مشكله، لكن المليار دولار ليهم بعد اخر، يعني هم رمز للتنوع وتشعب وتغلغل في العلاقات ما بين هنا وهناك ما امتد ل 40 سنه النهارده ما بعد القطيعه القديمه بتاع ايام جمال عبد الناصر، احنا دخلنا النهارده في 40 سنه علاقات قويه جدا مع الامريكان. طب يعني كل ده في لون من التفاهم هنا وهنا 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 وهنا، حاجه قطع العلاقه بقى في تاثير على كل ده، اكنك دلقتي يعني ميه على بؤر يعني مشتعله مش مشتعله يعني فيها مشاكل، قصدي بؤر حيه يعني مره واحده كده، وعلاقات بالجوار مرتبطين هم بعلاقات وعلاقات هنا وعلاقات هنا. يا جماعه الموضوع يحتاج شيء من التأني، شوفوا جايز هتلاقوا عندنا احنا برضو شيء من الغلط ان احنا سيبنا الموضوع لغايه دلوقتي، نشوف وندرسه لكن لازم الحل، اما تحل اتحل بطريقه يعني مش مثاليه. وارجع اقول ايه؟ يعني يا ريت اصحاب القرار كانوا من الاول حسبوا انهم هيحلوها يبقى ما كانوش يوصلونا للنقطه دي. طب ما كان لازمته ايه كل ده؟ طب ما نعمل الحل بقى يعني ما يرقش ماء وجه احد من الاطراف، ويبقى يعني عمليه عايزه شويه تفكير.
يعني حضرتك مع تغيير بعض جوانب من العلاقه مع امريكا، بس لازم العلاقه يا واسرائيل برضه. يا بنتي العزيزه كويس. التغيير وارد سلبا وايجابا على طول، يعني طول ما احنا قاعدين طول ما احنا عايشين احنا بنجود في دي ونزود في دي ونقص في دي، دي ديناميكيه الحياه دي عايزه كده. بس انا عايز اقول ان احنا مادام ممكن ان احنا نحسن 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 الى ان يصطدم هذا التحسين يا اما بسيادتنا يا اما بارادتنا يا اما، يبقى ساعتها بقول لغايه هنا وستوب. لكن لازم يعني معنى كده ان مفيش مشكله في المعونه طالما هي ما بتجيش على سيادتنا. بعد كلام ليه ما ليه يعني ما ليه مش قادر افهم يعني ما موضوع اسرائيل. اسرائيل طبعا اسرائيل احنا لينا مطالب واضحه، مطالب لاخوه لينا اسرائيل المتاخره في انها تديهم حقوقهم هنا او مطالب ده يعني برضه مطالب من الاخوه انهم يردوا هم من الاخرين يعملوا. اذا احنا لينا دور. بالعكس انا ممكن استخدم وجودي على علاقه بهنا وعلى علاقه بهنا على علاقه جيره واتفاقات مع اسرائيل وعلى علاقه اخوه باطراف اخرى. طب ما انا العب دور ناجح ما بين هذا وذاك ووصل الموضوع الى اطار يعني هادئ يخلينا نعيش في سلام في المنطقه بسرعه اكثر. يعني بالعكس انا شايف ان علاقتنا باسرائيل ممكن تستخدم اداه ايجابيه في تنميه الجو السلمي، تنميته وتقويته الجو السلمي في المنطقه بحيث ينعكس ايجابا على اقتصادنا وينعكس ايجابا على ظروفنا المجتمعيه او الاجتماعيه وهكذا. يعني حضرتك مش مع قطع العلاقات الاقتصاديه باسرائيل؟ ليه؟ قطع العلاقات ليه؟ يعني انا مش برضه مش فاهم يعني والله الا بقى لو انا بعمل علاقات مع اسرائيل في الاخر عايده عليا بالخساره. يبقى انا غلطان بالاول لازم ابقى. ده موضوع تاني. لكن انا ليه اذا كنت انا اقدر انمي ايجابا ليه اروح سلبا ما لم يكن هناك في اسباب؟ طيب بالكلام على الحدود بتاعتنا ودول المجاوره وكده، هل حضرتك شايف ان في خطر يعني خطر ايميديت على الامن القومي بتاع مصر، سواء مثلا في مشكله زي حاليا بوشلاتين او في اي حدود من مصر، او في يعني في خطر على الامن القومي بتاع مصر؟ منين حضرتك؟ المنطقه عموما محتقنه، منطقه مش هاديه. طبعا في خطوره درجتها بتزداد وتقل، لكن في مصادر خطر موجوده عايزه مننا درجه من الوعي وعدم الفصل ما بين هذه المخاطر واحتماليتها وما بين حياتنا بقى العاديه. يعني انت عايزه تعيشي بتؤدي وفي نفس الوقت مش ناسيه ان عندك في الباك يارد بتاعك كده او في الخلفيه بتاعتك في مشكله هنا اشتعل في ثانيه. يعني الموضوع عايز برضه شيء من الحنكه في اداره العمل العام واداره العمل الـ القومي اللي بيعتمد على متابعه وتفهم عناصر القوه الشامله. طب في حته معينه او حاجه معينه حضرتك حاطط عليها ضوء احمر لما دي حته خطر ولو توليت منصب رئيس الجمهوريه لازم اشوف الموضوع ده حالا؟ شوفي حضرتك سينا لابد نقول انها خطر وبالذات القطاع الشرقي بتاعها اللي هو احنا حيث جنب بقى قطاع غزه واسرائيل وكده. هو الخطر جاي من ايه؟ الخطر جاي مش لازم يكون جاي من اسرائيل، مش لازم يكون جاي من حماس، مش لازم يكون جاي من ضيوف حماس، مش لازم يكون جاي من ناس افارقه بيهربوا عايزين يروحوا اسرائيل او يخترقوا من عندنا وجايز يحصل مشكله تشتعل في الحته دي بسببه. الخطر هنا بعتبره جاي منين بقى؟ جاي من 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 تنوع العناصر اللي محتكه في هذه المنطقه. فحضرتك بتلاقي فجاه انت يمكن لا بيك ولا عليكي تلاقي احتدم صدام بين اطراف
انت مش فيهم لكن على ارضك, او انت مش فيهم لكن جنبك, او يعني المنطقه مش لازم انا دايما نبص للمنطقه الساخنه اللي انا عضو فيها, لا المنطقه الساخنه اللي ممكن سخونتها تطولني. طيب عايزه اسال حضرتك عن التعليم دلوقتي, في مشاكل كتير قوي في التعليم, وفي السنين اللي فاتت حصلت كذا مبادره لتصحيح الوضع التعليم, بس يعني فعليا ما فيش حاجه حصلت. حضرتك شايف ايه اللي ممكن البوليسي اللي حضرتك تقدر تطبقها علشان بجد يبقى التغيير ده فعال, مش يبقى بس تغيير على ورق او نظري او سطحي الحاجات يعني. ان احنا نروح المره دي بقى, عشان احنا كل مره بنلعب, كل مره بنقول ان احنا بنطور واحنا بنتسلى. حتى يمكن انا اقول لك, يمكن حضرتك ما حضرتيش دي ولا حضرتيها. احنا بقى لنا سنين طويله جدا كل ما نقول هنطور في التعليم نروح واخدين سنه من ابتدائي حطينا في اعدادي, وبعدين نرجع نقول هنطور تاني ونروح مرجعين السنه دي. عماله السنه دي احتارت ما بين انها تروح حلو تيجي هنا, وفاكرين نفسنا بنطور في التعليم. اكيد احنا ما بنطورش في التعليم بدليل النتائج اللي احنا بنحققها. اعتقد الناس بيطلعوا النهارده جامعيين وجامعيات ما بيفكوش الخط, اسمهم خلاطين جامعه. خلينا نقارن بين هذا المستوى وبين المستوى الجامعي اللي كان في الخمسينات والاربعينات والستينات, موضوع مختلف تماما خالص. احنا تزاحمنا على الجامعات مش بغرض تعليم جامعي قد ما بغرض الحصول على الشهاده. المعايير بتاعت الاختيار اخطأنا فيها. احنا خلاص اعتدنا على ان اللي يجيب 100% ولا فوق 90 يخش, واللي يجيب 50% يخش العلوم او الحقوق. خلاص بقت قاعده عندنا. طب ليه الحقوق او 50% هي والعلوم, وهاتين الكليتين اقيم كليتين في العالم كله, في العالم اللي بيفهم اقيم كليتين. طب ايش معنى عندنا بنرمي عندنا الحاجه اللي يقولوا عليها الكسر اللي في الاخر كده بنديها لهم؟ عشان احنا مش فاهمين. احنا مش فاهمين ان مش معنى اني جايب 100% ومن جوايا مفيش القدرات بتاعه الطبيب يبقى ما اروحش كليه الطب. ممكن اول ما 100% ده قدراته من جوه لو دخل حقوق هيبقى اقوى مستشار في العالم. احنا مش فاهمين بنعمل ايه وماشيين في طابور ما بنغيروش. اللي 60 سنه النهارده ماشيين على نفس الخط, وزي ما بقول لك احنا دايما نخلق حاجه ونقدسها ونخاف نقترب منها. طب دي مشكله في مجانيه التعليم مثلا ولا في التنسيق ولا المشكله؟ انا عمال بقول لك ايه, لا دي ده في لافت دي في التنسيق طبعا. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان احنا ايه ممكن تلطش مجانيه التعليم برضو في 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 جانب منها, لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا ما عندناش الجراءه ان احنا اما نخوض تجربه نجيبها من الجذر. يعني انا بعالج شجره ما بضلش اعالج في الجذع بتاعها, الجذع بتاع الجذع والجذور تحت الشجره دي في مصدر للمرض اللي مش في الشجره انا ما بروحلوش. الموضوع انك انت تجيب الموضوع من القاع ويبقى عندك جرأه التغيير, وخصوصا ان عندك دليل قوي جدا, عندك جايد, عندك طريق. بصي شوف الدنيا مش هتسلم, روحي العالم اللي سبقنا وهاتي منه الخبرات, شوفي دول عملوا ايه عشان دول ودول 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 وانا ما بينهم كده امشي, يبقى انا اعمل التعليم في مصر. لكن اقعد الف في مصر في اني احضر 30 ورقه اقول هعمل وهعمل, ال 30 ورقه دول بيتحضروا من سنه 60 وما عملناش منها. طيب عايزه اسال حضرتك دلوقتي في التيار الديني مسيطر تماما على الحياه السياسيه او بشكل كبير, لو حضرتك ان شاء الله بقيت رئيس جمهوريه حضرتك ازاي هتتعامل معاه؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي في نسبه كبيره سواء من السلفيين او من الاخوان هم دلوقتي موجودين في البرلمان اللي هو الحالي دلوقتي. طب انا دلوقتي بتعامل مع انا مسلم بتعامل مع المسيح ازاي؟ يعني انا ما ايوه بس انا ليه بسالك السؤال ده بالحياه؟ عشان هو ده اللي مبوظ الدنيا, ان احنا نفخنا في الموضوع كده وادينا له حجم كبير, كل واحد يلتزم ويقعد مكانه اللي قده بالظبط. مفيش فيها مفيش فتوانه, مفيش فتوانه. مسلم زي مسيحي, سلفي
زي إخواني، زي صوفي، زي إنجيلي، زي أرثوذكسي، زي كله كله خط واحد كده اهو، ما فيش دماغ تطلع فيه. ليه؟ لأن دي دولة بتاعت الكل. بس الوضع الحالي انه ما ليش دعوه بالوضع الحالي، ما ليش دعوه بالوضع الحالي، ما ليش دعوه بالوضع الحالي، ولا يمكن اقبل بالوضع الحالي. ازاي يعني؟ في خط، خط لا يتخطى مخلوق. شوف يا دارتيك مثلا، بتيك بتيك الانجيل الارثوذكسي الكاثوليك، لو في كاثوليك في مصر، وفي الصوفي وهنا مقر السلف يقول اخواني، لحسن تفتكر انهم ما بدلهمش في الاخر. فيش مخلوق صوته يالا عن صوت الوطن. هنا كده الخط ده بيوقفنا عند حدنا. عمليه مش مفيش ابدا، مفيش فتوانة، مفيش اني اعطي لنفسي ما لا اتيحه لغيري. الوطن ده بتاعنا كلنا. بس هو الحاصل دلوقتي ان في فتوانة وفي استعراض قوه، يبقى غلط، يبقى غلط، يبقى غلط، غلط. شوفي يا بنتي، لا يصح الا صحيح. ولو قبلنا بالغلط الناس هتستمرئ الغلط، وهيبقى هي الاساس مهما كان، مهما كان. لا غلط ابدا يفرض نفسه، الصح صح على عيني وعلى راسي. اكسب، اكسب واقعد واشتغل قد ما كسبت، اكسب انتخابات، اتصرف قد ما كسبت انتخابات، لكن نخرج على الخط مرفوض. يد الدولة يجب أن تكون قابضة، لأن الدولة دي بقى هي بتمثلني، تمثلك، تمثله، تمثله، تمثله. الحكومة، أنا بقولت الدولة، بقول الحكومة، الحكومة القوية زي بالظبط لما أنت تجيبي ليكي السكرتارية تخلص لك شغلك، لازم تكون بتفهم وقوية. لازم تكون زي بتجيب شركة أمن تحرس لك بيتك، لازم تكون شركة قوية، الأمن بتاعك لازم يكون قوي لأنه أمننا. إحنا بنديله ميته عشان يأمننا. قال أما أمانة ما تديلوش قوته. أنا بدي الحكومة فلوسها عشان تعمل لي أعمال السكرتارية بتاعتي. أما تدي واحد وتسوي تاني، إذا كنت أنا مديها ميتها. شوفي أما تضطر بقى، استغفر الله العظيم، إيه على إيه؟ ال- 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 الحق حق علي ان شاء الله. طب اخر سؤال لعود حضرتك دلوقتي، حضرتك كنت لفتره رئيس وزراء، فحضرتك لو توليت منصب رئيس الجمهوريه، ايه اللي حضرتك شايف ممكن تقدمه ما اطحش لك ان حضرتك تقدمه وحضرتك رئيس وزراء؟ او بمعنى اصح، الناس اللي ضد حضرتك بيقولوا طب احنا جربنا في المنصب ده، ليه نجرب تاني في منصب؟ قصدي ايه؟ جربنا، هم جربوا ايه؟ هم فاهمين اللي بيقولوا الكلام ده، هم فاهمين بيقولوا ايه؟ جربوا ايه؟ جربوا 10 ايام، جربوا ايه؟ ما عشان كده بس حياتك السؤال. مش يا بنتي، كل واحد عنده فيجن. ما انا سهل اقول ان انا هعمل، هاكل الناس صبح وظهر وبالليل، اغلى حاجه مرنج للصبح، هاكلهم مرنج للصبح وظهر بالليل. كويس؟ قول. لكن ماذا فعلت فعلا في حياتك؟ انت فعلا عملت ايه؟ يعني كاريرك، انت مش جاي من فراغ. اما حضرتك بتيجي، لو انت كبرتي وعجزتي وعايزه تكبري بيتك وعندك بيت وقلتي هزود فيه اوضه وبتاع، ما بتجيبيش اي واحد كده بتقولي هاتولي اتنين تلاته مهندسين، هاتولي اتنين تلاته مقاولين. اقول له ايه؟ اديني سابقه اعمالك ايه؟ عملت ايه من الصنف ده؟ يقول لك انا بنيت عند فلان وبنيت عند فلان وبنيت عند فلان. بتطمني انت ان ده ادى من الشغل اللي هيعرف يعمل لك شغل. لكن انا اجيب واحد متضل للنار، متضل للنار ما عملش حاجه في حياته الا انه وقف ووزع بروشورز على الناس صور وصور وقال انا همسك رئيس مصر. طب امسك رئيس مصر، بس قول لنا هتعمل ايه في مصر؟ قول لنا هتعمل ايه بايه؟ بناء على اللي انت عملته قبل كده. لان انا سهل جدا برضو اذاكر احفظ ثلاث صفحات كده واقف اطص كلام جميل جدا، مفيش احلى من كده. وانا فين تجربتي؟ عملت ايه؟ انت عملت ايه فعلا هتكرره لي لمصر؟
اعتقد واضح جدا الممارسة كيف تكون، اختيار الاصلح كيف يكون، وربنا يوفقك.